السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب تيزي وزو، حيث أنه عندنا صور اللي اندارت بعد هطول أمطار غزيرة جدا على ملعب تيزي وزو. والملاحظ بعض نزول الأمطار أنه الأرضية تاع الميدان بقت حافظة على التماسك نتاعها، لكن نظام تاع تصريف المياه في الملعب بصفة عامة وفي الملحقات خارج الملعب يحتاج إلى أكثر عمل، وفيه بعض الخلالات لازم تتصلح على مستوى السقف. وكما تكلمت عن هذا المشكل من قبل وذكرته وهتكلمت كثير على السقف، الناس ما عجبهاش الحال، لكن يعني التحاليل نتاعي كانت صائبة في أغلب يعني أغلب الأشياء اللي طرقت ليها، ومنها أنه السقف هذا تاع الملعب سوف يطرح مشاكل كبار في قضية الصيانة نتاعه، لأنه عندما تنزل الأمطار كاين سيول نتاع الأمطار، دي فويت تاع المياه في بعض الأماكن، وهذا سوف يرهق ويتعب العمال تاع الصيانة. إن شاء الله يلقوا حلول لهذا المشكل نتاع المقاومة نتاع المنشآت، يعني المشكل عام مش غير ملعب تاع تيزي وزو، قضية المقاومة المنشأة كيف سوف تقاوم ضد العوامل الطبيعية، وكيف سوف تكبر يعني لو فيسمون بروبليم دو فيسمون تاع لي زانفراستركتور، هذا مشكل كبير لازم التقنيين تاعنا يصيبوا حلول لهذه المشاكل نتاع الصيانة بصفة عامة. أترككم تعاودوا تشوفوا الفيديو هذايا، والسلام عليكم.